واحد بيقول ما رأي قداستكم في عدم صومي يومي الأربعاء والجمعة نظرا لطبيعة عملي الشاب؟ نظري رأيي أن طبيعة العمل لا تمنع من الصوم أبدا أبدا. ده الصوم ممكن يقوي الإنسان أكتر من الدهنيات والشحميات والكوليسترول والهيصة دي كلها. مين قال إن طبيعة عملك تمنعك من الصوم؟ مهما كان عملك ممكن أنك تصوم. ثم عايز أقول لك حاجة، إن العالم عاش بهذا الصوم مدة طويلة جدا قبل أن يصرح بأكل اللحم. ده لم يصرح بأكل اللحم إلا بعد رسوم فلك نوح، تجدوها موجودة في سفر التكوين إصحاح 9. يقول إن كل دابة ممكن تكون لكم طعاما لكن لحما بدمه لا تأكلوه. يعني صرح لهم بأكل اللحم بعد رسوم نوح بحيث ان هم ما يأكلوش لحم بدمه. ومع كل هذا ربنا في البرية عامل للناس بالمن، والمن كان زي قطايع الزيت مدة طويلة لغاية لما هم اشتهوا اللحم، لكن كانوا عايشين كويس وما جرالهمش حاجة. ودينا احنا بنصوم الاربع والجمعة مع طبيعة عملنا الشاقة، وربنا بيستر فما تخافش.